أعزائي العيانين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الصحي 10 لصحتك، ومحدش واخد منها حاجة. النهاردة أعزائي المشاهدين احنا هنتكلم عن حلقة السكر. وبالنسبة للسكر يا حبايبي، في هنا حاجة لازم نقولها مهمة جدا. السكر ده ليه أنواع، ولازم قبل ما نتكلم عن السكر نقول ايه هي أنواع السكر بالضبط كمرض. في نوع من انواع مرض السكر اللي هو السكر القوالب، والسكر القوالب ده بيبقى مكعب او بيبقى مثلث. الحقيقه ده بيعمل مشاكل جامده جدا، لان بيبقى ماشي مع الدم، مع كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء، بيجي مثلا عند الشريان الاورطي او الشريان التاجي ويسد الشريان، علشان طبعا هو قوالب او مثلث. طب علاجه ايه؟ احنا علاجه سهل جدا، بندي المريض بالمرض ده حقن. الحقنه دي بتكون حقنه نعناع او حقنه شاي او حقنه كاكاو او حقنه كركديه. احنا بنقول اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني. طبعا كلمه حلواني واضحه جدا ان هو راجل بيعمل بسبوسه او كنافه، او كنافه بالزبده او بالقشطه، فبيستعمل سكر كتير جدا. لو ما كانش حلواني كنا هنقول اللي بنى مصر في الاصل كان ترشاجي، اللي بنى مصر في الاصل كان بتاع بدله، او مثلا بتاع بطيخ مثلا. ما ينفعش الكلام ده. اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني. والحقيقه الراجل ده تعب جدا وهو بيبني مصر، وانا فاكر ان هم كانوا بعتوا له في ليبيا او في السودان او في السارقه عشان يبني دوله من الدول دول، بس هو كان ليه لسه فلوس تشطيبات فما رضيش يمشي، قال لا. الميكروب اللي عندنا ده اسمه ميكروب سكريوز، والميكروب سكريوز ده هو اللي بيتحكم في السكر. زي ما احنا سايبين كده في قوالب سكر كتير جدا هنا، ده السريان او العرق اللي موجود جوه الجسم، وده الدم اهو واضح جدا يعني شكله احمر. السكريوز ده يقعد لو اكل السكر كده وخلص على كل السكر يبقى انت ما عندكش سكر خالص. طب لو ما اكلش يبقى السكر موجود، يبقى نسبة السكر مرتفعة في جسمك جدا. طب هل احنا من الممكن كمواطنين ان احنا نعمل تحليل للسكر؟ زمان كنا بنعمل ايه؟ زمان كنا نروح للدكتور يسكنا بالدبوس كده، زي لما بنعمل البطاقة الشخصية بتاعتنا بتاع زمان اللي كانت عاملة زي الورقة الكبيرة دي اللي بطلوها، وياخد نقطة الدم دي يعمل لها تحليل يعرف فيها سكر او ما فيهاش سكر. دلوقتي في تحاليل احدث واقوى واجمل. انت بتجيب شوية نمل بتحطهم جنب ذراعك في المنطقة دي، لما بتعرق العرق بتاعك بيطلع معاه شوية سكر. لو انت عندك سكر النمل بيجري على دراعك ياكل في دراعك ويقرصك، ويبقى انت راجل لطيف وجميل ومعسل وكلك سكر. طب لو النمل سابك ومشي يبقى انت راجل تقلة ودمك تقيل ومعندكش سكر، ويا ريت تظبط السكر اللي موجود عندك. وزي كل حلقة يا جماعة انا ببقى مخبي المريضة او الحالة علشان تبقى مفاجأة او قنبلة بالنسبة لنا. نشيل ده بقى كده. لو بصينا على المريضة اللي قدامنا نلاقيها زي العسل، سكر سكر بينقط عسل، وعينيها زي الغمازات، الغمازات بتاعت السنارة. لا دي مش غمازات، دي بياضة. انت عملتي ايه؟ ايه؟ ايديكي لو سمحتي، ايديها دافية وعرقانة، ولو لحشنا العرق هنلاقي طعم العرق معسل، ده دليل عن ان فيها سكر. نضطر ان احنا امسكي ايديكي لو سمحتي، امسكيها بايديك التانية، نضطر ان احنا ندهنها كريم، والكريم العلبة اهو، انا مش عارف ايه اللي مخليني متوتر كده. ندهن ايديها من هنا، افردي ايديكي، وندهن من هنا، وندهن برضو المناطق اللي هي انا مش عارف بقى امسكي حضرتك عشان انا متبرجل خالص. ادهني كل جسمك سادتي انستي. فاصل ونواصل. عدنا من الفاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين العيانين، ودلوقتي نستقبل بعض المكالمات التليفونيه اللي فيها مشاكل خطلة بمرض السكر، وهنحاول نحلها مع بعضينا. ومعانا مكالمة من الست عديلة. الو. ايوه يا دكتور، انا بس يا اخويا عايز اعرف ليه الستات ما بيجيلهمش سكر زي الرجالة؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ يعني كمان السكر بيفرقوا بيننا وبينهم؟ ليه يا اخويا؟
ليه في خيار وفقوس حتى في السكر؟ يا ست عديلة أنا مش فاهم قصدك إيه بالظبط. يا أخويا الرجالة دول مكوشين على كل حاجة، السايبيننا في حالنا كمان بيلموا السكر كله وما بيسيبولناش ولا كيلو، عارف إزاي أنا دلوقتي رز بلبن؟ ها؟ أنا مش فاهم يا ست عديلة، هو أنت متصلة بسوبر ماركت؟ معانا الأستاذ أبو أشرف. ألو؟ أيوة يا مهندس الطبابين ودكتور المهندسين. كده أنا أبو أشرف، السكر معايا علشان الوالدة بقى الله يسامحها كانت بتعمل لي الرضعة في البزازة وحاطين عليها سكر. والحمد لله يا دكترة، بس أنا عندي إيه؟ حل لكل مرضى السكر، بطبقه وماشي بيه زي الفل. حلو أوي أوي، إيه هو؟ لما السكر بيتعبني لازم أنا كمان أتعبه. لا مؤاخذة، يعني لما تلاقي السكر علا عليك بالمعلقة وصفين لك نص كيلو أو دست الجاتوه وعوم فيها، أي نعم، هتقعد لك يومين ثلاثة في العناية المركزة، بس هتبقى إيه؟ أكلت اللي نفسك فيه وتعالجت على حساب أهلك. المسألة بسيطة، إحنا برضه بنفهم يا دكتور. أنا عايز أقول لك حاجة واحدة بس يا أستاذ أبو أشرف، أنت قلبك ميت. ومعانا اتصال تاني من الأخت أنجيلا. أيوة أنجيلا. أيوة يا دكتور، أنا السكر مبهدلني خالص، وأوحش حاجة فيه إني بروح الحمام طول الليل لما رجليا وجعتني، وبشرب مية كتير وخايفة يطلع لي كرش بصراحة. إيه رأي حضرتك يا دكتور؟ الحقيقة أنت موضوعك نقطتين اتنين أنا كتبتهم هنا سجلتهم عندي، الحمام والكرش. بالنسبة لموضوع الكرش، عند الستات ده موضة، يعني دلوقتي بقى موضة جديدة، كان زمان يلبسوا الزنش ضيق، دلوقتي دايما البنت او الست تحب ماشية وهي بكرش. بالنسبة للحمام ما تقلقيش، كل النجارين وكل الناس اللي في دمياط واللي في كل حتة بيعملوا نجارة بدأوا يعملوا في اوض النوم عند السرير في حمام في اخره. وبالنسبة للدواليب اللي هي 8 درف في الدرفة اللي هي من جنب يمين ومن جنب شمال، في حمام بلدي هنا وفي حمام فرنجي هنا، فدي ما تقلقيش خالص. ودلوقتي انا هقدم لكم العرض الخاص اللي انا بقدمه اخر كل حلقة. الحقيقة انا مقدم لكم النهاردة السكرة العجيبة. حد يسألني ايه السكرة العجيبة دي؟ اقول له السكرة العجيبة دي طعمها مر جدا، ملهاش علاقة بالسكر، بس لما تاكلها كأنك بتاكل سكر وتخدع نفسك. السكرة العجيبة دي، ومعانا كمان الترمومتر. الترمومتر العجيب برضو اللي بيقيس السكر في جسم الانسان، انا الحقيقة كنت فاكره ترايبوت بتاع كاميرا بيصور، انما طلع ترمومتر. بتحط اتنين فتحتين هنا في مناخيرك ودي في البق، انا معرفش بيظبطوه ازاي، بيقولك نسبة السكر اللي في الجسم قد ايه. الترمومتر ده زائد السكرة، وفي عندنا صندوق مليان نمل يا جماعة ببلاش. اللي هيتصل دلوقتي حالا هيكسب العرض بتاعنا، واسعار الشحن ثابته اينما كنت. شكرا، وبشكر كل الناس اللي هتتصل بينا ويوصلها المعروضات. ودلوقتي نبص على المريضه بتاعتنا ونشوف حالتها ايه. ايه الاخبار يا مزه؟ اخبار كويسه؟ الكريم عمل في ايديكي ايه؟ انت بتعمل ايه؟ السكر. انت بتعمل ايه؟ يا مزه بتغيري صوتك ليه يا مزه؟ انت بتعمل ايه؟ مش عارف ايه صوت غريب زي ده. انت بتعمل ايه؟ مين حضرتك؟ انا جوزها. انا الدكتور زكي بيوتك جايب كريم عشان ادعك ليها. معلش انا هعرف ابيض في ايه يا عم؟ يا عم انا ما اتكلمتهاش. انا جوزها. انا ماليش دعوه بيها. تمسك ايديها. انت لا تحكي انا ما